دخلت عملية تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس والتي يزيد طولها عن طول 4 ملاعب لكرة القدم بعدة مراحل متلاحقة بحسب الظروف. في البداية جرى العمل على إزالة جوانب القناة والحفر والتكريك بمحيط مقدمة السفينة الجانحة إيفر جيفن لتسهيل عملية تعويمها أثناء مناورات الشد والقطر. في المرحلة التي تتم في النهار يتم توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة مشهور التي تستطيع الوصول إلى عمق 18 مترا، فيما تعمل في ذات الوقت الحفارات الأرضية لتوسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلي بهذه المنطقة، الأمر الذي يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة، لأن معايير الأمان والسلامة تتطلب وجود مسافات آمنة بين الكراكة والسفينة لا تقل عن 10 أمتار. وتشمل مهام الحفارات الأرضية الحفر أمام مقدمة السفينة من جهة الأرض وتعميق وتوسيع مسطح مائي داخل الأرض لتسهيل سحب السفينة، وكذلك إزالة الآثار الناجمة عن جوانب وستائر القناة وتحريك نواتج الحفر. وفي المرحلة التالية تتم مناورات الشد والقطر التي تجري وفق الأوقات التي تتلائم مع ظروف المد والجزر. وفجر الاثنين شارك في هذه المناورات 10 قاطرات، حيث تمت عملية الشد من مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة بركة 1 والقاطرة عزة عادل بقوة شد 160 طنا لكل منهما، فيما تعمل 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا، وتشمل القاطرتان عبد الحميد يوسف ومصطفى محمود بقوة شد 70 طنا لكل منهما، والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2. كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا، وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية التي وصلت مؤخرا اي بي الغارد بقوة شد 285 طنا والقاطرة مراديف، وتتشارك القاطرتان تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2 في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال. وفي المجمل فإن عملية تعويم السفينة البنامية تواصلت على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارا وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر واتجاه الرياح. وكانت السفينة تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، لكنها جنحت صباح 23 آذار مارس في مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل. هذا الإغلاق تسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى، وبحسب شركة إليانز للتأمين فإن وقف الملاحة لمدة 1 يوم فقط في قناة السويس يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار. أما الخسائر اليومية في مصر فقد قدرها رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع ما بين 12 و14 مليون دولار.